طلاب الخير، حياكم الله في حلقة جديدة من خليجي 25. هي حلقة استثنائية مو بس في تاريخ الكويت، مو في تاريخ البطولات، هي تاريخ الخليج يعني عن بكرة تأبير رياضيا. لما أتكلم عن النجوم الموجودين في هذه الحلقة في خليجي 25، هم أكيد مو غايبين عن الشاشة، هم مقاما موجودين دائما في الشاشات العربية والخليجية، لكن لما يتجمعون، وهو بالمناسبة يتجمعون كل أسبوع في برنامج الديوان، لكن لما يتجمعون يتكلمون عن الخليجي وذكريات خليجي ورايهم في أي بطولة خليجية، هو فعلا استثناء. أسماء لو بتكلم عن كل اسم يبي لي 4 ساعات إلى 5 ساعات تقعدون لي صار خير، لكن أستأذنكم وأستأذن الجميع، هي أسماء تكفي عن مقدمات، راح أكتفي بالأسماء والمقدمات يحفظها التاريخ. بعد إذنكم جميعا حياكم الله، راح أبدأ باليمين لمقتضيات التصوير، لكن كلكم كبار مقام وكلكم عزيزين على أهل الكويت وأهل الخليج، فأهلا وسهلا للجميع. مويد الحداد أبو خالد، يا هلا ويا سهلا حبيب حبيب، منورنا. مشكور، صبحك بالخير السادة المشاهدين وعلى هذا البرنامج الطيب اللي أنا الحقيقة استمتعت في وجود مجموعة من نجوم الخليج، الصور الموجودة يستحقون، أعتقد نجوم كثر، يعني أنتم مميزين في مميز هذا البرنامج، لأن يمكن إحنا قاعد نشاهد لا يهونون إخواننا في الخليج ما قاعد نشوف الصور الحقيقة لاعبين التاريخ الإرث الكبير الموجود، بس أنتم هذه بادرة طيبة منكم. ساعة مباركة يا أبو خالد الكبير والملك فيصل الدخيل، حيا أبو فواز ونورنا طال عمرك. يسلمك، أهلا وسهلا بك، وأنا سعيد بإخواننا وسعيد أكثر إني أشوف أخوي عبد العزيز. الحمد لله على السلامة، سلمك، وهذا شيء يونسنا كلنا إن شاء الله، وإخواننا كلهم موجودين. كذلك أنا كنت في إجازة مع أخوي رضا معرفي، الله يهديكم، يهديكم السلام ويطمنكم، يقول لنا أمور إن شاء الله. والله طمنا عن صحته، أموره طيبة بإذن الله، وإن شاء الله داخل على فحوصات قريبا إلى أن تنتهي ويرجع إلى الكويت سالم وعافي إن شاء الله. وإن شاء الله تكون حلقتنا اليوم عن خليجي 25 نثري فيها وان شاء الله. الله يطمن عليك اخوي رضا معرفي ابو محمد، وترد بالسلامه باذن الله، مشافى معافى. كابتن راقي الخلوق، القدوه الانيق، لانك كنت غاش انا حق سامي الحشاش، انت حركتها. حياك الله ابو محمد سعد الحوطي الاسم الكبير، اهلا وسهلا. مساك الله بالخير اخوي ماهر، ويا مرحبا ومسهلا، ونرحب في اخواننا في هذا البرنامج اللي راح يكون بعيد عن برنامج الديوان كحديث تطرق لدورة الخليج وسوالف دورات الخليج ودورة الخليج الحالية، وأقول حق بفواز الحمد لله على السلامة، ومشكور على أنك طمنتنا على أخونا رضا معرفي، وإن شاء الله يرجع الكويت سالم وغانم، وإحنا سعيدين بتواجدك كذلك أنك ترد اليوم البرنامج ويانا، ورحب مشاهدينا نقول لهم الليلة بنسهركم شوية بس ما يخالف. حياك الله ونورنا يا ابو محمد، الساعة المباركة. المرعب والكبير والحبيب واللي دائما احنا نشوفه في الرياضة الكويتية، يعني مسار دائما نتبع خطواته. حيا الله جاسم يعقوب، الله يبارك فيك، والساعة المباركة معاكم، وان شاء الله قعدتنا هذه ترضى المشاهدين ويقتنعون ان شاء الله باللي نقوله، ونكون صادقين معاهم بكل شيء. الساعة المباركة ابو حمود، الله يبارك فيك، الحمد لله على سلامتك ومنور، وعسى الله يشافيك ويعافيك ومدك بالصحة والعافية. خوفنا عليك لكن ما شاء الله تبارك الله معرس. عبد العزيز عنبري، حيا الله ابو سعود، الساعة المباركة. هلا دلع شياب هذا. لا 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 قاعد نفكر، احنا نفكر تفكير ثاني بس خاف يزعلون الجماعة. مسا عليكم، مسا على الحبايب واخواني والمشاهدين، وان شاء الله راح تكون حلقة نثري فيها يا رب دورة الخليج 25 إن شاء الله. حياك الله يا أبو سعود. سامح الشاشة، أنا كنت خاش لك الأنيق بس حرقها مو بس أعيدها، الأنيق مكرر ما راح تبعد، أنت سعد الحوط يعني. لا مرتب مرتب السمر كلهم جديد دائما دائما. حيا الله سامح الشاش ومحمد العزيز الغالي. حبيبي أمسي عليك يا أبو شهد، ومساكم من زمان مو شايفك، ساعة مباركة، ومسي على الأخوان متواجدين وعلى الأخوان المشاهدين، واليوم الديكور قديم واللاعبين اللي موجودين دار ما دار هم قدم، لكن بكل الأحوال يعني يردنا حق الذكريات المطلوبة. نعم، حياك الله يا أبو محمد، الله يحييك. طيب يعني أنا قبل ما أروح إلى التقرير الأول أكيد راح يكون مقدمة وأسماء النجوم في العصر الذهبي وأصلا بطولات الخليج بشكل عام، لكن ما يصير ما أخذ رأي الكباتن وهذا الحجم من الأسماء في
البطولات الخليجية وخاصة في بطولة خليجي 25. خلونا ندردش كذي بالمجمل، نعرف أراءكم في الخليجي 25 إلى الآن على الأقل، يعني أتكلم بصفة عامة وبعدين ندش بالتفاصيل. بعدين كم راح أبدأ ويا المرعب جاسم يعقوب، تفضل محمد. حقيقة طبعا دائما كل دورات البطولات حتى العالمية أول مباريات ما تظهر المستوى الحقيقي لأي فريق، يعني لما يتأقلم وياخذ، يعني مثل منتخب الكويت المباراة الأولى كان في رهبة وكان في اللاعبين يعني مثل الخوف توتر صغار، وبطولة الخليج ملعب متروس، يعني ليش بطولة غريبة عليهم، فما نلوم. يعني المباراة الثانية يعني كان ربعنا يعني ونسونا، حسينا ان في عندنا فريق واعد بدنا نتأمل منتخب الكويت لقدام. انا ما بتكلم منتخب الكويت، نتكلم تالي على الدورة. عن الدورة الدورة طبعا جماهيريا شفناها ناجحة، ايضا يعني استقبال الشعب العراقي للوفود مبهر. المستويات الفرق ظاهرة جديدة الآن، كل دول قاعد تقول أنا بسوي فريق، فيعني هذه يقلل من قيمة دور الخليج. دور الخليج هي مصنع البطولات، كل الدول الخليج اللي وصلوا كأس العالم واللي خدوا كأس آسيا واللي منبعها دورات الخليج. دورات الخليج اللي تطلع اللاعبين وتخلي الدول تهتم بالبنية التحتية، بالمدربين، باللاعبين، بكل شيء. دورات الخليج هي لازم نهتم فيها، هي أساس توصل دول الخليج إلى البطولات العالمية. وإن شاء الله يعني الفرقة اللي قاعد يقولون كلوا أنا مسوي فريق جديد إن شاء الله يتوفقون ويطلعون لقدام إن شاء الله. فيصل دخيل في شغلة مهمة اللي قاله جاسم يعقوب، هذا رأي موجود، بس في رأي جديد قاعد يقول هي فقدت بريقها لأن قاعد تتداخل في البطولات، في بطولات أهم، في تسويق اختلف، في بطولات دوري أهم من كأس الخليج. نتكلم عن الاحترافية. تتفق معي رأي؟ أنا بالنسبة حق دورة الخليج، أنا أعتبر دورة الخليج هذه لها قدسيتها ولها وقتها لازم يحدد، وهذا في اتحاد الحين خليجي أعتقد، وكان مفروض أن يكون له دور كبير أن يتفقون بتاريخ معين، والبطولات هم كذلك تكون موجودة. لكن الخليج لازم لها صفة، أنا بوجهة نظري لولا دول الخليج لا أي دولة ما وصلت العالمية، سواء الكويت ولا السعودية ولا أي دولة بالخليج، مع احترام للكل، إذا مو دولة الخليج هي اللي أسقلتنا وودتنا إلى العالمية. أتمنى أن يكون لها وقت محدد، أتمنى أن يكون فيها التزام إداري جدي متعامل فيه، علشان يكون له تاريخه وقدسيته في نفس الوقت. لما يكون في تاريخ موحد أنا أعتقد هو الأفضل، وراح تنجح أكثر من ما كانت هي ناجحة. أما عملية أن لما يعلن أي اتحاد يقول لك أنا بشارك بالفريق الأول أو بشارك بالفريق الثاني، أنا بالنسبة لي ما أعير اهتمام بوجهة نظري، لأنك أنت بتشارك بدولة. أنت لما تقول لي شنو تبي توصل للناس لما تقول أنا بشارك بالفريق الثاني أو بالفريق الأول، يعني هل أنت تهيئ نفسك للخسارة؟ هل تهيئ نفسك أن هذا فريق البطولة تستخف فيها أو كذا؟ ما تدري شنو هذا، لكن هذا شيء راجع لأهوة. لكن دورة الخليج إحنا خاصة بالكويت أنا أعتقد أن هي لازم تكون مهمة كبيرة لنا، وقدسيتها لازم نحافظ عليها ونحرص عليها تماما، احنا كدولة الكويت وكذلك الفرق الدول الثانية لازم تدعم دورة الخليج اكثر من اي بطولة اخرى. سعد الحوط اللي قاله بفواز مهم، دولة هي الفريق الاول الفريق الثاني هي دولة، لكن البعض يشوف ان لما الفريق الاول نجوم، لما شارك فيصل دخيل وجاسم يعقوب ومؤيد وسعد الحوط والعنبري وسامي، لم غير لما لاعبين واعدين، فالبطولة بدون ما من حيث لا نعلم تفقد أهميته، هذا قاعد يصير في بعض البطولات. يعني شوف اللي قال أبو حمود قال أبو فواز أتفق وياه بشيء الكثير، إن دولة الخليج هي أساس المنتخبات الخليجية اللي وصلت إلى كأس العالم، اللي أعطت اللاعبين الطريق الصحيح أو أعطت كذلك الدول الاهتمام في كرة القدم.
في السابق بجلب المدربين ببناء الملاعب الاهتمام بالرياضة، لكن أنت ما تقدر تفرض على دولة إذا عندها مسابقات تشوفها إيه هي صح ها أكبر من مثلا من دولة الخليج نعم. وأبعد عالميا إنك يقول له تعال شارك في الفريق الأول ما تفرض عليه، لكن بتصوري إن يجب أن يحدد لها وقت سنتين بهالتاريخ تقام دولة الخليج علشان الاتحادات تعرف احنا فعلا في منطقتنا تمر في ظروف كثيرة، ظروف وايد مرينا فيها، تأخرت وتقدمت وانتقلت وراحت، لكن شوفوا البطولات العالمية وبطولات أوروبا وبطولات حتى بعض اللي يلعبونها لها وقت محدد، يجب ان احنا كعندنا اتحاد خليج الحين يلتزم في تاريخ معين ان هذه البطولة، والحين رسميا يعني الاتحاد الدولي اعطاك انت الصفة الرسمية، حدد الوقت، شوف الرزنامة اللي حق الاتحاد الدولي، طالع الوقت اللي ناسبك انت، بعيد عن المباريات المسابقات ابطال اسيا ولا كاس اسيا التصفيات، وحطها، هذه بطولة مهمة جدا، اذا انت بتطالعها مو مهمة للعب، مهمة للجماهير، شوف الجماهير شلون هي بتعطشة لهالمباريات، لان دائما المنافسة بين الفرق تنعش الجماهير وتنعش كذلك حتى اللاعبين واهتمامهم، صدق يمكن ما في احنا قاعد نقول فرق على مستوى نقول الفريق الاول، لكن اكو اهتمام اكو حماس، هذا اللي احنا نبيه، احنا لما يتكلمون اخواني ان هي اساس وانطلاقه اللاعبين وصلوا لكاس العالم فعلا، بس اهتم فيها بالشكل الصحيح، عطها الوقت، احنا قبل نطلع معسكرات يوم ما كانت مباريات لمده 20 يوم، الفرق اللي نجيبها الدوري ساعات يوقف ونجيب فرق على مستوى عالي حق دوله الخليج، لان فعلا فيها منافسه، لان تشارك بالفرق الاولى منتخبات، لذلك يجب ان نحدد الوقت المناسب يتفقون، ما نلعب فيها مره قاطينها بهالتاريخ ومره قاطينها هنا مره كل سنتين، هذه دوره لها قدسيتها مثل ما قال فواز، علينا ان نهتم فيها لا نبعثرها بهذه الطريقه، ان شاء الله بعد هذه الدوره ان يعرفون شلون يعطون قيمه لهذه البطوله اللي الشعوب كلها تجيها، اللي جايك من عمان حاضر، اللي جايك من الامارات، لان يحبون هالبطوله. صحيح صحيح. ونتمنى الشيء هذا يعني ما توقعت صح. يعني ما توقعت انه يعني الحضور الجماهيري من دول الخليج يحضرون. يعني ما نمر في العراق من ظروف داخليه. صحيح. كان وايد ناس خوفين، لا شفت يعني الجماهير مثل ما كانت اول تحضر باي دوله ثانيه حاضر. إيه الجماهير متعطشه لها خصوصيه هالبطوله. ما قالوا اخواننا لها خصوصيه ولا مكانها. ابو سعود اللي سمعته من الكباتن واللي احنا نعرفه انه لها خصوصيه عندنا هذه. بس احنا بهذلناها، احنا نتكلم عن الجماهير، نتكلم عن المسؤولين الرياضيين في الخليج، مو قاعد نعطيها التسويق المطلوب، مو قاعد نعطيها الاهميه، يعني مثلا الحين بعد كاس العالم على طول. يعني شلون امنع نفسي من المقارنه؟ هذه مشكلتها انه ورا كاس العالم يعني على طول باسبوعين، وبالتالي يعني شفنا حتى الاعلام والاعداد حق الفرق كلها ما انعدت اعداد جيد حق هذه البطوله. اعطيك مثال، منتخبنا يعني لعب مباراه واحده حق اعداد بطوله مع يعني لعب مع العراق ولعب ودش البطوله، كل الفرق تقريبا ما كان اكو منتخبات جاهزه انها تلعب، او لان كاس العالم اخذ الاضواء كلها من العالم كله، المنتخبات كلها مشاركه، الانديه واقفه، جميع الأندية العالم واقفة تتابع كأس العالم، وهذه احنا شفنا المستوى الآن في بطولة 25 الخليج مستوى متواضع، يعني فنيا يعني ما شفنا المستويات، تكلم عن السعودية يعني بالرديف، تكلم لاعب بالرديف، تكلم عن قطر لاعب بالفريق الثاني، يعني العراق يعني هو كحاضن هذه البطولة تحس انه يعني يبي يعمل شيء،
شوف البحرين، يمكن البحرين افضل فريق انا بالنسبه لي على الجولتين هذه، صحيح. انه هو الفريق اللي مؤهل ياخذ البطوله، لان عنده لاعبين خبره وقاعد يتعامل ويا المباريات وبالمجموعات قاعد يتعامل صح. الحين عنده 6 نقاط، عندك عمان فريق يعني شفناه من عقب سنتين، واليوم الجماعية الفريق، بس نهاية الفرص اللي تسنح لهم ما في ذاك اللاعب اللي يسجل. اليمن يعني أنا عجبني أدائه، يعني تكلم عن تطور بسرعة، يعني التطور اللي موجود، يعني هذا منتخب الشباب وشفنا طلع الثاني، يمكن على طلع الثاني في بطولة، واليوم قاعد يقدم مستوى جيد، لأنه يبي له وقت. نعم. الرد على يعني على 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 بطولة الخليج، أنا يعني الإخوان جاسم وفيصل وسعد تكلموا دورة الخليج، حنا عشناها خلاص، يعني الكل شاف تجربتها. اليوم صناعة رياضة، صناعة، أنا أصنع اللاعب، أنا أصنع الإداري، أنت حتى الإداري تحتاجه في مثل هذه الأوقات، شلون أصنع، شلون يجتمع ويا اللاعبين وشلون يكلمهم. اليوم حنا يعني إذا بنقارن ربعنا السابقين عن الآن كإدارة وكتختلف المواضيع اختلفت، صحيح. اليوم الكرة وإدارة صناعة، صحيح. يعني خلنا من 70 دورة الخليج، يعني حنا أعتقد الخليج ما شاء الله عندهم إمكانيات، وشفت إمكانيات كأس العالم في قطر، خلى الناس شعرها يوقف بالعالم كله، ك ك ك صح، امكانيات موجوده، نعم، وملاعب، نعم. وهذا خلاص، هذه صناعه الحين، انا اصنع اللاعب والاداري، وهذا الكلام اللي قاله ابو سعود سامي مهم. عندنا امكانيات كافه، امكانيات احنا بالخليج الحمد لله بعز ونعمه بخير، لكن 10 بطولات اي، واحنا يعني اتكلم مو بس على الكويت، على الخليج، نعم. احنا نقدر ننمي هذه البطولة ونقدر ندعمها، ونقدر لا نخلي بريقه يقل، واعتقد احنا قاعد نمشي في ان نخلي بريقه يقل. ما الوم ان بعض المنتخبات تشارك فريق الاول، هي هو شأنهم، هم يشوفون شيء، احنا يعني استراتيجية داخلية، لكن احنا نتكلم عن البطولة وبريقها قاعد يقل. لا مشاهد، شوف، يفترض ان البطولة هذه عزيزة على ابناء الخليج، الخليج ينطرون كل سنتين هذه البطولة، لابد انه يكون في دعم من الاتحادات كلها لهالبطوله، ومثل ما قاعد ان البريق قاعد بريق هالبطوله بدا يقل، لا المفروض نساند هالبطوله هذه، لان البطوله هذه هي اللي وصلتنا للاسيويه وللاولمبيات وللعالم، هي البطوله. اي لاعب خليجي اذا راح يبي يوصل لهذه البطولات يبداها من بطوله الخليج، هي اللي وصلتنا، فهذه البطوله عزيز علينا كلنا يا ابناء الخليج. مثل ما تفضلوا المساء على الاخوان، انا كنت اتمنى ان تكون بطوله الخليج دائما المنتخبات تلعب بمنتخباتها الاساسيه، يعني مثل ما احنا يمكن صارت بالسابق، والبطوله هذه صارت ان منتخب سعودي ومنتخب قطري، وانا مثل ما قال ابو سعود يمكن جات بعد بطوله كاس عالم، قد يكون يمكن بيريحون لاعبين، وهذا اللي قاعد نشوفه، المستويات متدنيه لحد الان. احنا كمباراتين الوحيد الفريق اللي مثل ما قال بسعود اللي ظهر بصوره جيده فنيا ولياقيا هو المنتخب البحريني، حتى مو متوسط، انت تشوفه متدني، لا هو افضل فارق، يعني نيت على مستوى اللياقه البدنيه هو افضل المنتخبات، انا قاعد اتابعه من اول من بدايه اللعب لاخر. انا بعد شوي ابيك تتكلم عن المنتخبات، بس تكلمنا عن البطولات. نعم. الان احنا قاعد، انت وجهه نظرك هذه مهمه، انت تشوف ان الفرق لازم تشارك بالفريق الاول او الاساسي، بالضبط، لازم عشان تعطي البطوله حلاوتها مثل ما كانت بالسابق. هذا خوش راي، انا ابي اتكلم واناقش ابو خالد، وانا اعرف ارائك، انا خليتك اخر واحد عشان ارائك كذي من قريب، خليك وياي وانتو ابو خالد. انا ما اقدر اغصب منتخب عنده استراتيجيه، عنده بناء، عنده دوري،
اقول له لا تعال فريقك الاول، خلينا نفترض قلت له تعال فريقك الاول، يقول هذا فريقي الاول، انا ما اقدر اقول له والله هات مؤيد الحداد وهات فيصل الدخيل وهات سعد الحوط وهات جاسم وامبري، لا ما اقدر عدل ولا لا. ما 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 في اتحاد يقدر يفرض ما اقدر على ما اقدر بالتالي هم يشوفوا شأنه. نعم بس هذا قاعد يفقد البطوله الا في حاله واحده اللي هي اذا كانت مباراه خيريه او مباراه استعراضيه وفيها تسويق وفيها تفرض على برشلونه ان ميسي يكون صح. موجود ويلعب هذه ممكن تصير لكن على الاتحادات وهذه احنا مرينا في تجربه فيها ب 82 لما فريقنا وصل الى كاس العالم شاركنا بالفريق الثاني ما حد احتج لكن احنا ما انا اقول دوره الخليج مثل ما قالوا الاخوان هي مصنع النجوم مصنع ليه الحين لا الحين فقدت فريق انا اكون واضح وصريح معاك يعني أنا أتكلم عن المنتخبات اللي كانت تشارك في دورات الخليج أتكلم عن الإمارات زهير فهد خميس الطلياني ناصر خميس يعني لاعبين مميزين مبارك غانم وخليل غانم في حق قطر منصور مفتاح دهام عيسى أحمد يعني مجموعة من النجوم تكلم عن السعودية فريق يخرع ماجد عبد الله شايع النفيسة الثنيان المصيبيح يوسف خميس صالح خليفة صالح النعيمة يعني نجوم لها وزنها ولها ثقلها لكن في الفترة الأخيرة طبعا الإخوان في الاتحادات طبعا بعد ما وخروا رؤساء الاتحادات اللي لهم شنة ورنة احترام وتقديري للموجودين الآن على الساحة كانوا لهم ثقل يعني تكلم عن شهيد فهد الأحمد عن الأمير فيصل فهد رحمة الله عليه تكلم عن المرحوم عيسى بن راشد يعني دولي سلطان السويدي كان الصحافة بس تقعد باللوبي تنطر واحد ينزل يأخذ منه تصريح تصريح واحد هذا يمكن يهز البطولة في من خلال تصريح رئيس الاتحاد موالك ذاك الوقت كان الإعلام يعني ما هو منتشر مثل الآن يعني كان كشل لكن بالفترة الأخيرة احنا يمكن شاهدنا ان المستوى ضعيف جدا وبعدين لما نقول احنا نتكلم عن ان هي يت في ظرف صعب جدا بعد كأس العالم والناس مستمتعة خصوصا اهل الخليج كانوا متواجدين في الدوحة وشايفين كأس العالم صح. عرفت فهي ممكن العراق حقها ان تنظم وهو محتاجين بعد 43 سنة ما عندهم اي بطولة حقهم لكن التوقيت, صح التوقيت كان سيء جدا يعني كان هناك يجب ان يكون هناك تنسيق مع الاتحاد الخليجي بإقامة هذه البطولة بوقت مختلف ليش لما اقول لك السعودية يقول لك انا شحق انا عندي رزنامة في الاتحاد مسويها امشي عليها ما اقدر اجل الدوري العب في لاعبين محترف عندي دوري ابطال اسيا ادخل فيه عندي كاس السوبر اللي يقام في السعوديه فالاتحادات ما تقدر تسوي هم مو مثلنا احنا ما عندنا رزنامه موجوده لكن مو عارفين ايش نسوي بالرزنامه هم لا هذا هم دشوا بعالم الاحتراف والان بعد صفقه كريستيانو رينالدو بدات الانظار سواء الجماهير الاعلام يتجه الى المملكه العربيه السعوديه خصوصا هو يملك اقوى دوري في المنطقه دوري سريع ودوري قوي بوجود يمكن محترفين على مستوى عالي جدا فهالامور هذا كلها يمكن اللي خلت اللي قاعد يشاهد في دوره الخليج هذه بالذات 25 وان اعتقد من وجهه نظري انها هي كانت مشاركه مجامله سياسيه نكون واقعيين صح فيها جماهير ولا شك انه يمكن قاعد نتابع الصحافه والاعلام والسوشيال ميديا الاخوان في البصره يعني الامانه يعني موقفهم كان طيب مع الكويتيين وانا اكثر من واحد التقي معاه يقول والله العظيم ان نسافر ورد ما ندفع دينار مو مخلينا انا ادش انا تو يمكن عندكم معد محسن الايوبي امس واصل أيوة يقول لي والله من الحدود للملعب من الملعب لحدود ايش مطعم من يعرف ان الكويت ما ياخذ ابدا مو في هذا كم طبعا ما هي غريبه هذا كرم لكن انا دائما كمشاهد او كمحلل او كمدرب ابحث عن المستوى الفني المستوى الفني في هذه البطوله ضعيف جدا ابو خالد انت قلت كلمه صح ترى كاس العالم لو مثلا في روسيا قطر كاو يعني عند اهلنا وتطلع من قطر تروح البصره عند اهلنا ايضا لكن التوقيت ظلمهم وهم يكثر الف خير خير ما في يعني تغلبوا حتى امكانياتهم كثر خير بس احنا نتكلم ان ظلمهم التوقيت ترى حتى يعني السابق بطولات الخليج من وين تبدا بدايتها تبدا من رؤساء الاتحادات مثل ما تفضل صاحب خالد الرؤساء كان لهم دور كبير لما نشوفوا احنا باللوبي وما بينهم الكلام هذا عن المباريات كان تعطينا احنا روح داخل الملعب فكان التحدي عن طريق كان الاسماء نجوم سواء اداريه او داخل الملعب ما عندك كلمه الحين نجوم ايه؟ من متى دور الخليج ما طلع نجم صحيح بالاول كان كل دوره طلع فيه ثلاث اربع نجوم
مميزين مميزين من كل مراكز. لان قلنا احنا البطوله عموما انا يعني بروح الى تقرير ياخذنا الى نجوم واسماء خالده في بطولات الخليج، وعندي من النقاش والاسئله اللي ببالكم وبالي الكثير لنجومنا العمالقه. عاشت الكرة الكويتية لحظات ظلت خالدة في سجل بطولات الخليج، أهداف سجلت وإن انتهت المباريات، لكن هذه الإنجازات لا تزال عالقة في أذهان الجماهير. المرعب هو أحد هؤلاء الأسماء التي صنعت التاريخ في بطولات الخليج، فظل اسمه يتردد في كل بطولة. الملك فيصل الدخيل امتلك قلوب الجماهير الكويتية والخليجية بإبداعاته وأهدافه. المخلص عبد العزيز العنبري هو الآخر، كان حاضرا في بطولات الخليج بلمحاته الفنية. خلف هؤلاء يقف القائد الذهبي لهذا الجيل سعد الحوطي الذي كان يقود خط الوسط. أما في الدفاع يقف ذلك المدافع الصلب سامي الحشاش مدافعا عن مرماه. أخيرا المهاجم الذي عرفته الجماهير الكويتية والخليجية باسم البديل الناجح وهو مؤيد الحداد. والله انا يعني انا ربيت على هالاسماء هذه. ف لو بسال فيصل الدخيل ترى ما في نجوم نفس قبل، مو تقليلا، بس الحين ما في نجوم نفس قبل، قبل زحمه نجوم، زحمه نجوم، يعني مو تقليلا قصدي، لكن حتى المنتخب العماني كان في حالته الفنيه قبل متواضع، الان هم في نهضه وطفره عسى الله يزيدهم، لكن كان في نجوم، يعني الزحمه بالنجوم هذه وين راحت؟ اختفت كذي؟ يمكن احنا بالكويت يعني قلة أو نفتقد أو ما عندنا نجوم. أنا أعتقد الفرق الثانية أو الدول الثانية عندهم لاعبين، عندهم دوري زين، عندهم شيء يعتمدون عليه يتعاملون فيه. فأنا أنظر لفريقي لبلدي تماما، ما أكون نجوم، لأن وجهة نظري أنا المسابقة المحلية عندي ضعيفة جدا، تمام، صراعاتي أنا كثيرة جدا، فهذه من الأسباب الأساسية فيها إحنا نمر فيها. لما أنظر بشمولية كاملة ما أقدر أنتقد اللي الثانيين، لأني أنا أفتقد هذه النجوم. لو أنا عندي هذه النجوم ما يهمني. إضافة على هذا، يعني كابتن عبد العزيز قال هم الإداريين، إحنا عندنا جهاز إداري باتحاد كرة القدم ضعيف جدا. لما يقول لي يطلع لي رئيس اتحاد يقول لي أنا بسوي استراتيجية واللاعبين معدل أعمارهم 23، والصحيح
هم 26 ل 27 وداخل الملعب ست لاعبين عندك اعمارهم 31 سنه 30 او 29 سنه تمام. يعني لما تيجي تتكلم يقول لك هذا ضدك او لا، انا مو ضد احد، انا اتكلم لانك انت قاعد تتكلم بجزئيه غلط، بجزئيه توهم الشارع بشيء اخر. الاستراتيجيه مو كذي، الاستراتيجيه تبدا من 20 21، هذه الاعمار اللي تبدي فيها. لما سمعت تسمع الاستراتيجيه فتجد وين تجيني انا نجوم اذا لاعبيني ببصل بين 29 الى 30 وهذول هم اللاعبين وهذا هم المستوى اللي موجود فيه. فهني احنا عندنا هذه المشكله. اذا المشكله دائما احنا نقول اللاعبين اللاعبين اللاعبين، بوجهه نظري لا، نبي اداريين، نبي نغير اداريين، نبي نغير نحط جهاز اداري كله. الجمعيات العموميه هذه لازم كلها تتغير، منظومه، هي منظومه، منظومه كامله. لأن لما يطلع لي ويتكلم لي رئيس الاتحاد، اذا هو هذا الدليل انه ما يعلم شيء عن اللاعبين، يمكن الاداريين زودوه بمعلومه، اذا زودوه غلط هم كذلك الاداريين ما يعرفون هذا الشيء، هذه بلوه. ان شنو؟ ان اللاعبين هذه انت شو تقول استراتيجيتي انا بسوي فريق عمره 23 ولما نشوف الطالع نحسبها له. هو خلينا نتفق على شغله ابو فواز، الاستراتيجيه اللي اعلنت ماكو استراتيجيه شفهيه. ما يخالف، لا هو كان برزنتيشن كان. لا لا لا. انت تقصد لازم اشياء فعليه. لا لا لا، انت الاستراتيجيه يجب ان تضع تعطيها الناس تقراها وتتراجع. بعدين وتشرح. بس وين راحت الاستراتيجيه؟ اذا خلينا بناقشك، انا بناقشك في الموضوع هذا. بناقشك وانا اتفق وياك في جزء كبير من اللي قلته، خاصه ان القرار انه طلع من الاتحاد ان احنا راح ناخذ نعتمد على اللاعبين 26. في نقطة واحدة عشان اخليك تكمل. تفضل. ما يجوز انك تصرح بشيء وانت تجهله امام الناس، هذه تعتبر انت كانك قاعد تضحك على الناس. متفقين في جانب انه لما تطلع قرار 26 27 وانت تتناقض مع هذا القرار عندك مشكلة. بالنهاية انت سوي اللي تبيه، لا تطلع قرار لان انت مالك ادواتك. لكن الجزء اللي بسألك فيه نعطي فرصة بفواز، نعطي فرصة. لا 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 أخذ جابتك الحين، أخذ جابتك. أنا ليش سألك؟ عشان أخذ جابتك. لا لا ما تعطي. شنو الرأي اللي يقول لك نعطي فرصة ونشوف اتحاد جديد؟ أنت تتفق ولا تختلف؟ أنا أختلف، أنا لي وجهة نظر أخرى. يلا. أنا سألت سؤال واحد من سنتين حتى لما حم يجاوبني عليه بالجمعية العمومية، أعطوني السيرة الذاتية لاتحاد كرة القدم. سؤال صعب؟ أنا أعطيك السيرة الذاتية لك أنت، مو راح تقول. هو يفترض واضح. درست كذا كذا. بس شنو هدفك من السؤال؟ هذا اللي يختلف. لأن هذا اسم دولة، أنا هذا الموجودين اللي قاعدين هذا إرث إحنا صنعناه، لنا الحق الكلمة، لنا الحق الرأي، لنا الحق بأمور كثيرة، لأن هذا اسم دولة مو على كيف يقعد على كيفهم الناس كل واحد تسوي فيها. الجمعيات العمومية كلها مو زينة. هذا وجهة نظري. قد يكون أنا غلط، قد يكون، لكن النتائج هي خير دليل إنك أنت تشوفها. خير دليل كل شيء. حلو، فزنا مباراة منتخب، حلو هذه مباراة احنا فزنا فيها وان شاء الله المرات الجاية كل شيء. لكن انا اقيس من ناحية الجهاز الإداري، من ناحية التفكير، من ناحية كل شيء. المسابقة المحلية لما تقول لي هالكلام لا احنا ضعيفين، ولما تقول هذا الكلام يجونك ناس صغار توهم جايين يصنفونك انت من هذا ولا من هذا، ف تسكت وتوخر عنه. انت قلت اللي عندك، بس احنا لا نعطي مجال عشان ما نروح حقك، نعطي مجال. هو مو حقي ولا حق احد. لا حقك تسال. لا لا انا قصدي مو حقي انا ولا حق احد، هو حق البلد مثل ما قلت، هذا اسم بلد. كل واحد يقول الموضوع اي، هذا حق البلد. بالنهايه اللي يشوف نفسه يقدر يعطي البلد حياه الله، اللي ما يقدر احنا نقيمه، نقيمه ونقول راينا بصراحه. فيما يتعلق براي ابو فواز، يعني هو بالنهايه فيصل الدخيل لما يقول راي فيصل الدخيل، واحنا كلنا نعرف يعني من فيصل الدخيل، وهو رجل حقاني قال قد أكون خاطئ. أنا عن نفسي أتفق في جزء وجزء أختلف، لكن هي آراء تتقاطع. خلني ما أروح بعيد، على فكرة كلكم لكم الحق تقولون آراءكم، يعني مثل ما قال أبو فواز قول رأيك، لكن ردوني حق اللي أنا أبيه. يعني مثلا تسمح لي أبو سعود، أبي أخذ رأيك باللي قال أبو فواز. عندنا نجوم ولا ما عندنا نجوم؟ أنا قلت أنت قلت وين النجوم؟ إيه؟ أنا أقول لك النجوم تطلع، يعني فيصل يمكن هذه نقطة، في نقاط ثانية أنا أقول النجوم تطلع من الأندية. وين مدربين الأندية المرعى السنية؟ هني وينهم؟ هي اللي تطلع النجوم. عندنا قصور في هذا العمل؟ ماكو مراعي سنية مدربين على المستوى
يصنع لاعب وينمي مهارات لاعب ما عندنا. وين؟ تقول يعني منو مشكله منو؟ الجمعيات العموميه. الجمعيات العموميه والمجالس الاداره هذه هذه اي يعني يعني اذا مجالس الادارات عندها مشكله. انا اقول لك مشاهد مشاهد شوف بعدين يعني القضيه حاضر حاضر القضيه احنا فعلا بكره القدم الحين عندنا مشكله، لكن احنا في تجديد لكره القدم، احنا قاعدين نغير يعني احنا مو غلبنا احنا الامارات ترى احنا صرنا زينين، لا لا الطريق طويل قدامنا. وحمود قال نقطه وفواز له رايه، انا لي رايي ان احنا ننتظر. انا عارف الناس اللي تعمل وتشتغل حطت لها خطط وطريق، نقول خلينا نعطيهم سنتين عشان احنا دورينا نبي يصير قوي من خلال الدوري اللي تكلم عنه ابو حمود، بس بالمقابل الانديه عليها ان تاتي بمدربين على مستوى جيد. مثل احنا ما طلعنا بشيء وصرنا، اكو مدربين كانوا بالانديه يصنعونك، اكو اداريين فعلا بالانديه. لذلك لما نتكلم احنا عن الجمعيات العموميه مو اختيارها للاتحاد، لا محاسبتها للنادي نفسه، النادي اللي عنده اللاعبين اللي احنا ما قاعدين نشوف نجوم تطلع على مستوى عالي هني من جميع العمومية تحسب النادية. لذلك مفتقدين هذا الأمر. النادي عليه مشكلة هو طبعا اختيار المدرب، إعداد اللاعب مهاريا وبدنيا وأخلاقيا عشان يروح المنتخب. الدور الثاني على المنتخب، العيد الاتحاد ماخذ دورين، ماخذ دور انه يعد الفريق وينميه من جميع الجوانب، لان احنا قاعدين نشوف لاعبيننا فعلا محتاجين الى بعض نقول المهارات. هو دور المدرب، مدرب المنتخب يعلم اللاعب. لا لا انا قاعد اتكلم عن اي يعني انا قاعد اتفق وياك انه قاعد يقوم دورين. إيه لما 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 جاسم راح المنتخب او عبد العزيز او سامي او مؤيد او فيصل كانوا هم جاهزين ان المدرب يضع التكتيك المعين ويلعب حسب قدراته. سعد الحوت انت مع اعطاء الفرصه يعني؟ انا الفرصه ما زالت قدامهم وبالامكان احنا يجب ايش تبنا نسوي؟ ترى اللاعب اللي تبيه مو بالجمعيه تروح تشتريه. لاعب لازم تعده، لازم تتعب، لازم انت تحاول تعطي اللي عندك 100% عشان انك انت هذا اللاعب. لان من خلال مشاهدتي للاعبين انا اعتقد عندهم الامكانيات، عندهم الشجاعه، عندهم القدره، يفتقدون الى بعض احنا نقول المقومات. أوكي. ممكن هذا خلال خلال خلينا نقول سنتين هذا اللاعب تجده انت غير زين. انا عندي لا لا في تعليق وما خلينا نقول ازعمري انا اسف بس كمل كمل جزئيه تويك. في جزئيه في جزئيه الجمعيات العموميه بالانديه هي لها الدور الكبير وليس الاتحاد هو يصنع الفريق، هذه انا متفق بهذه الجزئيه تماما. لكن الجمعيات العموميه لانها ضعيفه تمام تأتي بهذا الموجود تمام. الاتحاد مو دوره، الاتحاد يحصد صح يحصد ما هو موجود في الأندية ويضعهم تمام. حلو. أنا لما جاءت الجمعيات العمومية كانت ضعيفة، هي ما خدمت أنديتها، أنديتها ما خدمتها، أنديتها اللي موجودين في مجالس الإدارة ما خدموا أنديتهم. شلون أنا أبيهم يخدمون منتخبي؟ هذا سؤال. السؤال لحظة شو أسوي زين؟ لحظة أعطني حلول. أنا أقول لك أنا قاعد أقول لك ضعيف جمعيات العمومية، أنا قاعد أتكلم معك في هذه المشكلة تمام. إحنا نتكلم فيها متفقين. أنا متفق مع سعد ومتفق معاكم متفق عندنا مشكلة، هذه المشكلة اللي إحنا قاعد نحلها تمام. الجمعيات العمومية يمكن أنا أطرح طرح آخر، أقول إحنا في عقب هذه المشاكل وعقب سوى استراتيجية، وزير الإعلام ووزير الشباب قدم استراتيجية، اتحاد كرة القدم قدم استراتيجية تماما، كل الأمور الجمعيات العمومية فيها موجود كل الأمور تمام. حلو. أي اسمع الاستراتيجية ألقى هو قاعد يضحك علي بالكلام. ليش بفوز؟ أنا أقول لك ليش. لما تقول لي معدل الأعمار 23 وأنت معدل أعمارك 27 26 وبالفريق اللي قاعد يلعبون فيه 6 إلى 5 أعمارهم 30، أنا ما قلت الكلام، أنا أرد على كلامك. بس دقيقة ترى أنا ما أذكر، أنا اللي أذكره قال 26 وما راح أخذ أحد. قال 23 هذه لا، قال 23 معدل أعمار. يا ربع ساعدوني مؤيد. وإحنا نصنع 26 أخذ 26، أنت عندك 6 لاعبين في موجودين، لأن يجهل بهذه النقطة. يجب أن يكون الواحد عمره من 21 20 21 يبدأ هنا هنا في
احنا المشكله كلنا معاها، ما نقطها على الاتحاد، احنا عندنا مشكله الجمعيات العموميه، هذا اللي انا بوصلها فيها الجمعيات العموميه. خليني اناقشك بفوز، خليني اناقشك، انت مو كل يوم عندي، خليني اناقشك فيصل، دخيله عندي خليني اناقشك الان. يعني مساله ال 26 هذه حسبناها مو 23، 26 لما سالناه ليش، شوف في اختلاف وفي اتفاق، اتفاقي وياك لا تصرح اذا ما تقدر تلتزم في قرارك، لكن لما سألناه ليش قال في بعض المراكز اضطر المدرب انه يستعين في لاعبين فوق الثلاثين. هذا التبرير عاد مقبول عندك مو مقبول هذا الشيء ثاني. الجمعيات العموميه، الجمعيات العموميه صنيعه منو؟ عندي صنيعتي انا إيه؟ وصنيعه فلان وفلان. احنا الجمعيات العموميه احنا قاعد نقول لك اي يعني القصور منا احنا، شلون نحله؟ اعطي حل. انا قاعد اقول لك احنا، انا مو ما تقدر، انا ما قاعد اقول لك احنا اي اعطي حل، اعطي حل. انا كنت افضل ان في مرحله التعيين التعيين شكرا احنا في مرحله تعين. عمليه التحضير اخوي ماهر، احنا في موضوع عمليه التعيين تماما، احنا التعيين. انا لما ارجع على الكلام واتكلم، انا ما اتكلم اني اهاجم، انا اتكلم انا اتكلم بجزئيه هو يقولها، الجمعيات العموميه تقولها او رئيس الاتحاد يقولها او نائب رئيس يقولها او اي كان يقولها، انا اسمع الكلام، اطالع داخل الملعب القى غير الكلام. هذا هذه تماما اعتبرها انا استخفاف بعقول الرياضيين. ترى انت مرتين استخفاف، انا ما ادري وين شفت الاستخفاف ابو فواز. 30 لحظه في رد ماهر بالملعب، كم لاعب عندك داخل عمر 30؟ من 4 إلى 5 في رد قال. لا عندك 6 لاعبين يعني سلطان وسام عبد الغفور وخالد إبراهيم وفهد الهاجري وأحمد الظفيري، 5. لا لا لا, لا. فيصل زايد سلطان فيصل زايد يعني 6 من 5 6 الظفيري أحمد الظفيري سام لا 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 أنا حسبت أحمد الظفيري نعيده سليمان خالد إبراهيم سلطان يعني نص الفريق نص الفريق تمام. اللي ترى على فكرة مو متفق، أنا أقول لك الإجابة وبالنهاية أنت توازنها الإجابة، أنا محتاجهم بس الله يخليك بفوز الله يوفقك، خليني أسمع آراء وارجع لك. أنا لا لا ماكو شيء، أنا هذا رأيي. لا لا أسمع آراء، لا على فكرة مو رافض رأيك، يمكن 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 عندهم رأي أفضل. وبالعكس أنا مو رافض رأيك، بالعكس رأيك قاعد ينورنا، بس أبي أسمع كافة الآراء بعدينك. العنبري تفضل. يعني أنت تقول ليش ماكو نجوم؟ إيه؟ يعني السؤال هذا لازم تسأله حق الاتحاد كرة القدم، ليش؟ يعني انت اليوم احنا اسبوع اخر حلقه تكلم عن المهاجمين اللي عندنا، من المهاجمين حاليا بالمنتخب عندنا راس حربه شبيب، ولما اصيب او لما دش وعك ابراهيم كميل، ابراهيم هذول اثنين هم مو مهاجمين، وعندك تقريبا 10 لاعبين وسط، وعندك الباقي دفاع. المشكلة مشكلة المحترفين الخمسة اللي حنا قاعدين نعاني منها. صح. نعاني من الخمسة المهاجمين، كل نادي عنده 2 مهاجمين و2 مدافع واحد وسط وسط، وهذه كارثة بالنسبة لنا، مو بالنسبة للسعودية وقطر لا بالنسبة لنا حنا. السعودية عندهم عدد أندية كثير، عندهم عدد كبير وعندهم كم من لاعبين، وما شاء الله لاعبين يطلعون لك بكل حاره موجود. تتكلم عنا احنا نحتاج تقليص المحترف، تقليص ولا ماكو محترفين تبي؟ لا على الاقل تحط 2 والباقي انت يعني تجتمع ويا رؤساء الانديه وتقول لهم ان انا لازم تعطون فرصه للاعبين هذول. احنا شلون اخذنا فرص؟ سعد الحوط عمره 17، فيصل 18، انا 18، جاسم 18. لا الحين ماكو ما تلقى ما لا واساسي يعطونك فرصه انك تلعب، لازم تلعب. اللعب هو اللي يصغر لك، هو اللي يعلمك الأخطاء اللي أنت تمر فيها. مرينا حنا شفت اللي حنا نضيعه، يعني فرص ضاعت من الشوط الثاني ويا قطر والإمارة، كم فرصة؟ فرص تضيع، كرات عرضية سهلة تضيع، ما في تركيز لأن مو متعودين يلعبون رأس حربة. رأس حربة جاسم حتى فيصل، وانا ما احنا رؤوس حربه،
اكو صلاح الحساوي، علي الملا، جطيلي حسين، هذول راس حربه. اذا تكلم ان محطه تلعب عليها انت الفريق كله يلعب عليه، هذه لازم تكون صناعه مشاهد. لازم يعني بالشكل هذا ما راح يطلع مواهب، ما كذي ما يطلع، لازم اصنعهم، لازم اخلي الانديه هي اللي تعطي فرص حق اللاعبين هذول. وموجودين مواهب، هذا كهم موجودين. انا مستانس على الاداء اللي ظهروا فيه خلال خليجي 25. سامي اللي يقول العنبري ترى صدق الحين اذا طلع عندنا لاعب عمره 20 ها نقول لاعب واعد 20. ايه معدل الاعتزال عندنا 27 28. بشار عبد الله اعتزل 28 دولي، يعني 20 او 21 واعد يعني. بس وازنها لي، احنا ما عندنا مواهب ولا ما عندنا صقل المواهب، ما نعرف شنو الوضع. لا شوف اول شيء بالبدايه بعدين برجع يلا. انا بتكلم بالنسبه للاتحاد. تفضل. انا سبق اني اتكلم قبل شهرين وثلاثه، انا ما اقدر اقيم اتحاد تو صار له شهرين ثلاثه واقول ان هذا الاتحاد فاشل او ما مو طموحنا هذا الاتحاد. لا انا اليوم ما اتكلم عن رئيس الاتحاد، اتكلم كاتحاد، كاتحاد بشكل كامل. انا لازم نعطي فرصه مثل ما اعطيت غيره بالسابق وكملوا دورتهم لأربع سنين، أنا أعطي هذا الفرصة. وديك ساعة غيم، وكل سنة أشوف إذا كان في تطور بالاتحاد على مستوى منتخباتنا، إذا في تطور ولا لا. إذا كان في تطور لا أعطيه، وأعطيه استمرارية. بالنسبة للمواهب، إحنا عندنا مواهب بس المواهب مو قادر تأخذ فرصة. أنا تكلمت في النقطة هذه وأنا أقولها حتى الحين حق رئيس الاتحاد. احنا تكلمنا بالسابق يوم كان الشيخ احمد يوسف وكنا نطالب، وكل القنوات الرياضيه كانت تطالب ان نقلل من هالمحترفين. احنا عندنا مشكله، عندنا مشكله في خط الهجوم، عندنا مشكله حتى في قلوب الدفاعات. اليوم هذا كان مهاجمين كان قدامك اربعه، وغير كل نادي كان فيه ثلاثه اربعه تنافسون. انا اليوم لما يكون عندي بس شبيب الخالدي ويوسف ناصر طبعا ما تم اختياره. اذا شبيب الخالدي ما تشوف فيه مهاجمين منافسين له بيطلع على نفس مستواه. من وين يطلع؟ من وين يجيب؟ وهذه النقطه اللي انا بقولها، ان لابد ان تقلل المحترفين. انا اجيب كل خط في محترف هجوم، لاعب لاعب وسط ولاعب خط الدفاع، يعني اثنين ثلاثه محترفين. بس اثنين او ثلاثه ما تجيب اكثر. واثنين انا ترى بدايه الاحتراف بالكويت احنا بالسابق اثنين. بالسابق ليش كان في نجوم في كل خط نجوم؟ لأن كانوا يلعبون، كانوا ماخذين فرصتهم. اليوم احنا عندنا لاعبين مركونين على الخط ولاعبين خامه طيبه بس مو ماخذين فرصه. اذا كل نادي عنده خمس محترفين وتجيب لي بخطوط مهمه خاصه في خط الهجوم وقلبين الدفاع. زين جاوبني، احنا عندنا مواهب؟ عندنا مواهب بس مو واخذه فرصتها. طول حياتنا نسمع الكويت ولاده، الكويت ولاده. عندنا مواهب. انا شلون اقيم اقول لك اذا عندي لاعب عطى فرصه وشوفه؟ احنا عندنا مواهب. أنا يعني خلنا ضحكه بعطيك الجناح اليمين هذا راح اسالك. بعطيك نقطه. حاضر محمد. بعطيك حاضر محمد. بس بقول لك يوسف الرشيدي. يوسف الرشيدي تاملنا منه خير ان هذا اللاعب وراح نادي الكويت ما قدر ياخذ فرصته. لاعب على مستوى بليش لاعب توقعنا ان هذا اللاعب راح يكون ما اخذ فرصته. لاعبين زين هذه مركونين كم اعمارهم صارت؟ فاحنا قاعد نتكلم كرئيس بس التعاد. هذا من دوره سامي اللي ما يتم اختياره للمنتخب، مو مفروض المدرب او سياسه الاتحاد يقولون حق المدرب ذول لاعبين المنتخب الاولمبي وهذا هداف المنتخب الاولمبي؟ هم يقولوا له ليش ما تكلموا؟ ليش ما تكلموا؟ انا بقول لك شغله. شنو دور رئيس الاتحاد؟ انا بقول لك شغله، في لاعب موجود احب المنتخب من الانديه الدرجه الثانيه؟ في لاعب موجود ولا لاعب؟ لا 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 ولا في كلهم الاساسي اكيد لا ما في لان ما في احد يروح هناك. هل ما في لاعبين موجودين في الانديه؟ التركيز كله على الانديه الدور الممتاز وهاملين هناك. زين شو تبي اللاعب اذا ما تشوف لاعب مدرب منتخب موجود؟ عطني حل. احنا قبل لما نشوف مدرب منتخب فوق
نذبح نفسنا من قبل يا سامي. عطني الحل. عطني حل. الحل ان اقلص اللاعبين المحترفين واعطي فرصه حق لاعبين. كم العدد اللي طالب فيه؟ اثنين. حاضر سعد، بس اسمع مؤيد الله يحفظك. مؤيد اول شيء بس دقيقه قبل اول شيء خليه يتكلم كل دقيقه. انا بس دقيقه والله اتكلم محمد. مؤيد مو عازم، مو عازم، مو عازم، هو تنظيم حوار. اسمعني، ادب الحوار، ادب الحوار، ادب الحوار. احنا ان شاء الله احنا اساتذه فيه. اسمع اسمع طبعا اسمع لي بسمع سؤالي. في ناس يقولون الكويت ما فيها مواهب. إنزين. فكرة الكويت ولادة هذه يعني مرفوضة بالكويت. إنزين. أنا أول شيء برد على سؤالك اللي سألته بالنسبة ليش فقدنا المواهب في منطقة الخليج مو الكويت. تمام. أنا أعتقد سببه لأنا من وجهة نظري المتواضعة لما وضع الاحتراف والمال فقدنا المواهب. وهذا ترى لو تعمل دراسات راح تشوف أن هذا الكلام صحيح. حلو الكلام. لأن كل اللاعب يفكر بالمادة وهذا حق مشروع. صح. لكن ساعات المال يصير نعمة ونقمة. احنا مو مثل اوروبا، اوروبا نشا على الاحتراف، فهذا عندهم سيستم ما يتغير، هذه وجهه نظري. نتكلم عن الـ من يرسم السياسه لكره القدم في الكويت هو الاتحاد. حلو. اعلى منظومه هو اللي يفرض راي على الانديه. لما سامي قال خلنا نعطيه فرصه ليش اعطيته لي قبل، ترى انا ما دافع عن احد، انا قدامي رؤيه وبعد اشوف نتائج، ودائما الرياضه لغه نتائج وارقام. تمام. صحيح. احنا من البدايه لما قبل لا يذهب اتحاد احمد اليوسف قالوا قللوا من 5 إلى 4. صح. صحيح. اتفقوا غرب يا الاتحاد الجديد ردت 5. اذا وين قراره؟ وين سيادته؟ كان هو المفروض شايف. وانا ليش اقول لك ما عندي امل بالاتحاد؟ يعني ما اقول لك ما من الطب باللغه العربيه الاتحاد هذا ما نطب. ليش؟ لان الاتحاد السابق ترى تغير شخص واحد، ده شخص واحد رئيس، والأعضاء موجودين واللجان موجودين واللجنة التطوير موجودة. شنو اللي جديد؟ قول لي شنو اللي جديد؟ أنت كان المفروض أنت اللي تفرض قرارك، لأن أنت هدفك من تطوير الكرة الكويتية، وتعرف تماما ويعرفون تماما إذا أنت شحق حاط لك مدرب يكتبوا لك تقارير في كل بطولة، ليش أخفقت؟ ليش هاللاعب نزل مستوى؟ صح ولا مو صح؟ ماكو تقارير تعرض على مجلس الإدارة ويشوفونها. كان يفترض أنت تقعد ترسم سياستك، عندك رزنامة أمشي عليها. لا يبا، أنا صار لنا الحين يمكن 4 سنين، يمكن صار حديث بيني وبينك صار لنا كم 5 سنين ما نشوف أهداف للمنتخب الكويتي أو أكثر. صح ولا مو صح؟ صحيح. فبالتالي أقلل العدد، أنا اللي أرسم سياسة، أفرض وجودي على الأندية. لكن ما قسيت شوي على الاتحاد؟ لا لا لا، ما مو قسوة يا جماعة الخير. لما تقول ما تغيروا، ما تغير النظام، هو يمكن بل الأسوأ. والدليل لا والدليل. أسماء أنت تتكلم على اسمعني خلني. لا لا مو أتكلم أنا عن عمل، مو دخل واحد قلت اسمعني، مو شخصهم، الأشخاص الموجودين، لجنة التدريب ولجنة التطوير ولجنة الانضباط وما شابه ذلك والمسابقات. انا اتكلم عن تطوير، اتكلم عن عمل، ترى مو لشخصهم، انا ما اجي مفهوم انا انتقد عمل. عدل من بدايه الدوري كثرت المشاكل، مو معقوله الاتحاد عنده لائحه وعنده لوحه وعنده نظم وعنده قانون يمشي عليه، مو عارف تصير مشكله بكل مباراه، مشكله كل مباراه نادي يرفع كتاب ورفع قضيه. يعني هذه مو رياضه يا جماعه الخير. جديد علينا نعم. جديد علينا، صار لنا 7 سنوات. ايش قاعد اقول لك؟ هذا غلط. دقيقه مؤيد، الحل انا بعطيك حلمك. الله يخليك، بعطيك. لا انا ما بك ابي اسولف وياك. سولف سوالفك حلو عجبتني. بسولف حبيبي الله يحفظك. يعني مو جديد علينا. فلما احنا نقول وسامي قال نعطي فرصه نشوف سعد الحوطي، بسمعني يلا تفضل. يعني والله مو ضدك، انا بالنهايه ترى ما لي راي بالموضوع، انا اخذ دور الغائب. لا هو راي، يمكن رايي صحيح. لا انا بس انا اسمعني اخذ دور الغائب واصلح حق المشاهد. نعم. نعطي يعني مساحه بس نشوف على الاقل، نشوف شنو بيسوي اول بطوله يدشون. خليني اقول يعني هل هذا مرفوض؟ اسمع وانا اخوك. لا هو مرفوض. اتفضل. تبي الحل الصحيح؟ يلا. اول شيء خليني اجيك على سالفه المواهب. يعني انا ما اتفق ان تقول عندي مواهب، الموهبه يفرض وجوده. الان واحد عمره 21 سنه 23 سنه قاعد على دكه الاحتياط ما يلعب، خل وجود 5 محترفين، لكن انا مهارتي، انا لما حصل الفرصه، انا شلون وصلت؟ حصلت فرصه، بس فرصه اقتنصتها. فلا تقول لي الموهوب انت الحين في المنتخب، صح فاز المنتخب، لكن انت لو بتطلعها من الناحيه الفنيه، هل عندك لاعب موهوب يقدر يغير لك المباراه من خساره الى فوز؟ لاعب عنده الحلول، لاعب مهاري، لاعب صانع لعب، صح ولا لا؟ هذا ترى بس ترى في رد، المنتخبات اغلبها ما فيها اللاعب الاوحد. انا عم اتكلم عن منتخبنا، على الاقل المنتخبات على قاعد اللاعب الاوحد. يعني البحرين ما فيها اللاعب الاوحد، الامارات ما فيها اللاعب الاوحد، الحلو عمان ما فيها اللاعب الاوحد. اتكلم عن البحرين، انا بيك على البحرين. البحرين اول شيء يلعب في كل بطوله روح قتالية، منظومة. شخصية بطل، مستقر، استقرار استقرار فنيا اداريا لاعبين، عنده استقرار ويلعب قوي ومعروف. أيه. على منتخب البحرين ترى من زمان يلعب كرة وصعب، صعب يعني يمكن على ايامنا كان احنا نتواجه معه صعب، ماشي على هذه المنظومة. لكن يبقى له شخصيته في الملعب، له وجوده،
احنا يا رجل احنا ليش الكويت كلها استانست من زمان علشان الفوز وفزنا 1-0 ومن المسجل الهدف؟ لا بس شفنا لعب اتكلم انا انت يا منو اهم منو اهم زين الله خليك خلينا نقلب سؤال عشان بروح حق سعد منو اهم الاداء ولا النتيجه؟ لا نتيجة نتيجة أهم الأداء في البعض يقول عطوني أداء أنا تعطيني النتيجة اسمع النتيجة ساعات الأداء مو كل مباراة يمشي وياك صح صح يمشي وياك أنا بتكلمك عن شنو الحل لا ما قلت الحل لا لا بعطيك الحل سألت شنو الحل يلا شو الحل الحل الوحيد يمكن هذه عرضني الجميع شوف إذا ما صار تعيين في جميع الاتحادات مو القدم أنا ما أكلمك على القدم لأن إذا أنت حاط رقبتك بيد الجمعيات العمومية اللي غيروا القوانين الأخيرة إنه يقعد 30-40 سنة قسما بالله وانا موجود قدام المشاهد وانا قلت والله بتقعد 30 سنه تعاني وراح تروح اجيال تعيين وين كل الانديه اسمعني اسمعني التعيين وين قول لي خليني اقول ترى هذه مو عيب لا اعطني خطه اي انا اعطيتك السيناريو سووها قطر وسووها مصر اللي متفوقه وسووها قطر انا يبقى اخذ نتائجي واخذ تصنيفي واخذ قوانيني واروح حق المنظمات الدوليه كشخص مصري اذا كانت الدوله تبي رياضه صحيحه حلو. واروح اقعد مع المنظمات الدوليه تعالوا يا جماعه انا تحكمني جمعيات عموميه زي. وعندي قانون وما اقدر اغير رياضتي وهذا تصنيفي ترضون وانا قاعد اصرف وادفع من جيبي فانا اعطوني فرصه 4 سنين انا بعين عشان اغير نظامي غير هذا لا نضحك على بعضنا زين قبل اترك سعد قبل معك سعد بس كلمه حق ابو خالد من يرسم الرياضه الرياضه الكويتيه مو الاتحاد قدم اللجنه الاولمبيه الكويتيه شوفوا عشان ما بس هي دوره شباب بالقانون الجديد اللي سواه سامي حطوها بركن شباب احنا بخليجي 25 عشان ما ندش الدهاليز هذه موجوده ويانا طول السنه بس ابي افتح موضوع بس ها بقول موضوع بس ما نبي نناقشه موضوع ان التعيين لا بقوله لازم اقوله لانه وجب موضوع ان نعين قد يكون صحيح بس في ظل الاوضاع الرياضيه هذه وقالها الملك قال انا قال من يحميني من التصنيف انا ايد من يحميني من التصنيف انا لما يعينوني مؤيد عين ماهر قال له انت امسكه منو يحميني ما يصنفوني ان انا محسوب على ماهر ولا محسوب على سعد حكومة اوكي خليني اروح اروح سعد الحوطي سعد الحوطي تفضل انا ما نبي احنا ندخل لا لا اي والله وخرنا عنها ونتوسع يعني عمليه الاحتراف واللاعبين المحترفين والقرار اللي يتخذ في انك تحدد اثنين او ثلاثه انا اعتقد في بدايه السبعينات وجاسم يذكر ممكن فيصل كان وزير الشؤون في ذاك الوقت خالد المضف هو قرر ان ما في محترفين بالكويت مو الاتحاد الوزير هو اللي قرر ما عاد يمكن حراس المرمى وهذه الفتره اللي استفدنا احنا كلاعبين ان يلعبون بانديتهم ما عندنا محترفين انا اللي قاعد اقوله يسمعون الاتحاد ابي سنه واحده او انه قبل لا ادش على هذا المحترفين الحين اللي بالانديه قاعدين يلعبون فادوا انديتهم مستوى اقل من مستوى المحترفين فادوا انديتهم انت شو تشوف انا اقول لا مستواهم اقل من اللاعبين انا اقول لا ما فادوا انديتهم انا اتمنى ان يلعبون الانديه بدون محترفين سنه واحده وخلنا نعطي فرصه للاعبين بس على شرط شنو راح يصير صح كلام على شرط راح يصير على شرط ان الانديه تأتي بمدربين على مستوى عالي من يلزمهم ابو محمد لا يلزمونهم منو الهيئه تلزمهم الانديه لما تقدم لك تقرير مدرب الهيئة تشوفه ما تفضل الاتحاد هذا المدرب أعرف تاريخه شنو يسوي وين راح عرفت عشان أني أنا ذيك الساعة أقول فعلا هني إذا عندي مواهب ممكن هالمواهب يصنعونها المدربين خلنا نعطي روحنا سنة ونجرب ونشوف يعني والله كلام حلو بس ترى ما فاضي بس سعد الحوطي انا احب كلامك بس ترى محمد نظري محمد ترى نظري لا تزعل مني الكلام نظري يعني في نادي يلزمه الهيئه والله يجيب المدرب الفلاني لاتيبه زين ما عندي فلوس ما عندي فلوس كلامك صح بس عطني طريقه للالزام محمد ما ذكر عن اللاعبين اول اتفق معاه بس خلينا نسوي سويتش خلنا نغير الإداريين بالأندية. شلون؟ لما أول مثل ما ذكر محمد قال أول لما دش نادي الكويت في مستويات الإداريين اللي كانوا موجودين مستوى عالي جدا يعطونا جزء بسيط منهم حق النادي. القادسية نفس الشيء، العربي نفس الشيء، الفيحيل نفس الشيء، كاظمة نفس الشيء، كانوا مستوى الإداريين يعرفون باختيار اللاعبين. هم اللي صنعونا. الأندية كانت تصنع بإدارة ما
كانت في عملية الجهاز الإداري على مستوى عالي، اللي وكيل وكيل واللي وزير وزير واللي تاجر واللي كذا وكذا، كانوا يحبون النادي ويحبون حريصين. احنا عندنا مشكلة إدارية، مواهب مثل ما كابتن سامي قال، ابو محمد قال، الكويت يحبون الرياضة، بس إدارة لما تكون عندك مستوى إدارة على مستوى عالي من وين يجيب؟ اكو موجود الكفاءة تروح لها ما تيك. زين يعني من وين؟ ما ابي اقول ما عندنا قلة مشاهد. لا انا ان شاء الله حاضر 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 يا رب. انا متفق يا رب، ترى انا قاعد انقل لكم هموم جيلي. ها مشاهد قاعد انقل لكم هموم جيلي، لازم ارد على كلام فواز. لان بالاندية الحالية ابتعدت الرجالات الرياضيين، احنا نعتبر روحنا المفروض متواجدين في انديتنا، لان احنا نكمل الجيل اللي علمنا السابق. عرفت؟ جاوبني صح ولا غلط، النظام الانتخابي في الاندية هو السبب؟ ممكن. أنا أيد فواز. أوكي زين يا الربع، خنريح عندنا تقرير. أبو حمود نريح شوي تقرير. حمود في النوم. لا لا ما في النوم الحين، بصح بيصحصح بعد التقرير هذا. تقريرنا عن الهداف التاريخي لبطولات الخليج، خلونا نشوف تقرير والعودة إن شاء الله. جاسم يعقوب وحسين محمد وفاروق ابراهيم وجاسم شاف الجول والجول شاف الجول والجول جاسم يعقوب حطها يا زيدك يا ربي اللعب قدام جاسم يعقوب والجول جول 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 جاسم جاسم يمينه. في بطولات الخليج التي مرت هناك لاعبون خلدوا أسمائهم في تاريخ البطولة وتربعوا على عرش الإنجازات، لكن هناك لاعب واحد فقط ومرعب واحد فقط هو من يملك لقب الهداف التاريخي لبطولات كأس الخليج، الهداف جاسم يعقوب. أبو حمود شارك في ثلاث نسخ من كأس الخليج فسجل خلالهم 18 هدف، البداية مع الدورة الثانية وسجل فيها 3 أهداف، أما الدورة الثالثة فسجل فيها 6 أهداف. فاروق محلي على فاروق كرة على جاسم صلاح راس العودة والجول جول الله يا زينك يا حسين ويا جاسم لفاروق حلوة جاسم وفي كأس الخليج الرابعة استطاع المرعب من تسجيل 9 أهداف. توصل الكرة إلى جاسم يعقوب مع الكرة وماشي جاسم محمد 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 لجاسم وطلعها لجاسم جاسم وقو 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 حطها قول قول حاول إياه أنجز لا جاسم قول قول حلوة حلوة حط جاسم شبه قوية. يعني جاسم يعقوب اكبر من لقب هداف خليجي، احنا بالنسبه لنا جاسم يعقوب يعني بالنهايه، بس انا يعني لما اتساءل وما راح يجاوبني احسن من اللي موجودين. يعني الحين الجيل ترى يعني الاجيال يغطي عليها النجوم وتغطي على النجوم النجوم، هذا سنه الحياه. سعد الحوطي لو يبي سلك واحد من الناشئين ليش جاسم يعقوب؟ جاسم يعقوب يعني شو تقول؟ لأنه هو اللي كان اللاعب اللي في أي لحظة ممكن ينقذك في المباراة، يرد لك الروح. جاسم وجوده مع الفريق أكثر من مهم، لأن في كثير مباريات كنا نحتاجه وفعلا يمكن ما نحقق فيها الفوز، لكن وجود جاسم في هذه المباريات، بعض المباريات المهمة جدا قاعد أتكلم، مو أي مباراة. يعني بعطيك مثال، مباراتنا مع منتخب إيران بالكويت 2-1، لو تشوف جاسم شلون الهدف اللي صنعه حق فيصل شلون خذاه من المدافع، المدافع متقدم عليه، لكن الروح والرغبة في انه ياخذ الكرة مع كوريا مع إيران، مع إيران مع كوريا اللي حجزها وخذاها. اكو يعني شوف يعني حتى عزيز عنده فيصل، لما يكون قدامك في مباريات انت ترتاح بالملعب، لان في اي لحظه هذا اللاعب ممكن يسجل لك الجول
عاد شلون ما تدري انت تصنع للكره. يعني على ايام فاروق رحمه الله عليه، حمد لما كان معانا، بلوشي، كرم، عبد العزيز، سعود، هذول اللاعبين يعني هو يتحرك برمشه عين يقول الجول. يعني المدافعين لا يمكن يمسكونه في 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 الحجز او في في القوه او بالضرب. قوي جاسم، سريع، يعرف شلون يتعامل مع الكره بريله اليمين والشمال، ويبل هيد ازيد من جول على المنتخب العراقي العسكري، شلون حطها براسه هذه. يعني الامور يعني لما انت تقول جاسم تقول ايه فعلا هداف. يعني احنا شفنا مهاجمين وايد، شفنا الصراحه، خلي العالمين على مستوى اسيا تكلم، ها جاسم غير غير. يعني يعني اللي افتقده جاسم وحتى عزيز العبري، القنوات الفضائيه ما كانت موجوده في ذاك الوقت، لذلك الشهره مالتهم ظلت عندنا وبالخليج وبالدول العربيه. هذا الفرق لما تقول جاسم المرعب، وفعلا هو مو مرعبنا احنا المدافعين، مرعب الحراس. انا صاحب مقالب. شوف شوف سعد قال كلمه انه مع اللاعب الكوري مدازز، يعني هو قوي وانا بالقوه مجاري بالقوه. ليش؟ لانك انه اول تمرن حديد، تمرن كره طبيه، هذه وين الحين؟ اتعدى نادي فيها هالاجهزه كلها، البحر بعد، والبحر والرمل على البحر، كل شيء، هذه قوه اجسامنا كلنا. شوف بعض اللاعبين الحين ماكو عضلات، مو بس ماكو عضلات، انت تشوف اي كره يسقط لانه يبي فاول، لان الحكام في دورينا يعطونهم، فيعني الحكام الخليجي ما يعطونهم. انا بعفيك عن الكلام عن نفسك، باخذك الى نقطه مهمه، ترى تكلم عن الفضائيات وما الى ذلك، الحين محظوظين النجوم بالفضائيات والسوشيال ولا لا؟ والله اعطاهم، اعطاهم هاله يعني اكبر من ما يستحقون. لا طبعا محظوظين، هم معهم السوشيال، هذا الميديا والاتصالات الحين صايره هذه، يعني اعطيتهم زخم حق اللاعبين الحين، لازم يستغلونها صح. بعد قاعد يستغلونها غلط؟ ما اشوف عني قاعد يلعب شد حيله ولا لا، لازم يشد حيله اكثر اللاعب عشان يطلع اكثر. زين، في نقطة يعني انت ذكرت مثل جاسم يعقوب كهداف دورة الخليج، احمد طرابلسي اول حارس مرمى ما دش عليه هدف بدورة الخليج، الدورة بالكويت ما قول على طرابلسي. صحيح، ما ننسى الموضوع. عندكم اسماء، انتم عندكم اسماء. لا اذا بعدها لا ما راح وشاهد. لا بس في شغله، وانا قاعد الشباب قاعد يتكلمون، قاعد رديت شوي ورا، تفضل. لما قاعد نتكلم ساعه المهاجمين، لعبتنا بتصفيات كاس العالم مع الصين اللي بالكويت، قاعد اتذكر الاحتياط لما شوف ادم، ناصر الغانم، حمود، انا منو الخامس الاحتياط؟ منو؟ فتحي. شوف الدكه، دكه فتحي احتياط. شوف دكه البدع، يعني عشان انا اقول لك شوف المهاجمين زخم بالنجوم. نعم، شنو كان نجوم؟ الكلام كثير ابو سعود، بس انا دائما الذكريات نخليها صف ثاني، في اشياء يهمني رايكم فيها، في اراء طلعت ايضا جديده، ها، وانا اخذ دائما النظريات الجديده واخذ رايكم فيها، ان يحق حق السعوديه وقطر في ظل هذه الطفره. طيب. وفيصل دخيل بك تنتبه لها، لان رايك ايضا عقب ابو سعود، يحق لهم ما يشاركون في كاس الخليج لان عندهم نهضه. زين، احنا قبل كنا فارقين على الخليج، هل في نفس المنطق كان يحق لنا ان ما نشارك؟ عطني الموضوع في ميزان. يعني لا، يعني هي وصولنا كاس العالم يعني تغير المفهوم حق ادارتنا، حق مدربنا، يعني كارلوس وشيرول والمدربين ويا الشهيد فهد الاحمد، كان يعني اول شيء اجتمع فيني الشهيد فهد الاحمد، قال لي عندنا بطوله الخليج، احنا وصلنا كاس العالم، عندنا بطوله الخليج، ابيك تكون ويا الشباب تشارك. قلت له انا تحت الامر. قلت له منو ويا؟ قال محبوب ونعيم ومؤيد وسويد، سامي وسويد ومحمد ابراهيم وبدر عبد الجليل ومحمد عبد الرزاق واحمد عسكر، كل الشباب، جمال الله يرحمه، جمال الله حسن يرحمه. إيه؟ قلت له تم، انا وياهم واللي تبي منه حاضر. هذا لعبنا ثلاث بطولات، يعني لعبنا تصفيات كاس العالم ووصلنا
وصلنا كاس العالم والخليج ودلهي عقبها على طول من دورة الخليج رحنا دلهي يعني هم أنا شاركت فيها يعني أنا الكابتن ريح جاسم فيصل سعد المجموعة كلها ريحها لأنه كان يعتمد على الصف الثاني هذا اللي عقب كاس العالم وهذه استراتيجية خطة وهذا الاستراتيجية أي هذا المنطق يقول كذي عنده لاعبين عنده شاف فريق الأول وعنده الصف الثاني لما موجود لما تقول الاستراتيجية لما مجلس إدارة قوي ما أرد على الأندية ولا كلم أيضاً لعبنا بغير دوري صح ما شاركنا بالدوري سنة ما شاركنا ما قال وقف الدوري لا يا يعني هذا الدوري لعب اللاعبين اللي عندك هذا قرار الأندية اسمح لي بشاهد جزئية بسيطة بما أن حان في أجواء دورة الخليج أنا ما نبي نتكلم عن الماضي نتكلم عن الحاضر الآن إحنا مقبلين على مباراة مهمة قوية صح فيها تحديد مصير وكل الأخوان استلموا في الإدارة إحنا لما نقول وركز بفواز إن عندنا الخلل في الدرجة الأولى هو الإداري الآن شلون تعامل إدارة الفريق إدارة المنتخب شلون تعامل خليه بعد شوي تهيئهم عندي تغرير خليه بعد شوي شلون تهيئهم للمباراة هذه تسمح لي بعد شوي أساس عندي تقرير بعد شوي ونرد له بو فواز قاعد نتكلم عن فارق المستوى الآن في نهضة الله يزيدهم إخواننا في السعودية وإخواننا في قطر فالبعض يقول يحق لهم ما يشاركون في دورات الخليج إلا بالصف الثاني ويرد عليه منطق آخر يقول لما كنا فارقين وإحنا دائما نتكلم عن الإرث يعني لما كنا فارقين كنا نشارك فاختلف الزمان لهم حق فهمني بالأمور هذا ما أتكلم عن السعودية وقطر لكن أتكلم عن المنطق يعني إحنا بالنسبة لنا تراجعنا وايد بالكويت بالنسبة للإخوان هناك في قطر أو في السعودية هذه منظومة سياسة كاملة من الدولة تنزل كاملة متكاملة صحيح. تمام والرياضة ليس مشكلتها بس لاعب هي منشأة وهي جهاز طبي وجهاز فني وصيانة وكذلك إعلام وإداريين وكل شيء هذه منظومة تصير كاملة متكاملة زين إحنا دائما هني أنا يعني مع احترامي للكل لما أسمع يكون أكو نظام احتراف بالكويت نظام الاحتراف يعني في وجهة نظر بالنسبة يعني أنت المفروض تسأل لما تبي تسوي هناك لما سووها بدعم من الدولة بسياسة من الدولة كامل متكامل أنا ما أعرف تفاصيلها ولكن قعدنا مع ناس دائما تشوف الدولة هي والدليل على هذا لما صارت كأس العالم في قطر ويعني أنا وكابتن سعد عايشناها من بدايتها كانت خطة مرسومة كدولة كامل متكاملة هي صح الهدف كأس العالم ولكن اربطتها بأمور اقتصادية وسياسية وشما فهذه خطة تكون متواجدة ونجحوا فيها والله يوفقهم كذلك الآن السعودية يت احنا كرياضيين ليش ما احنا نصير مثلهم هذا السؤال احنا دائما نقوله ليش احنا ما نصير مثلهم من حقهم يسبقونا ومن حقنا مثل ما أول إحنا كنا سابقين ومن حقنا إن إحنا نتعامل معهم ونرجع نشوف شنو اللي إحنا فيه أفتكر إحنا كان عندنا صراع شرس جدا في الحركة الرياضية كبير وهذا إيه هذا لا هذا ما أدري تمام الحين بعدين مردها لازم تحسم في هذه النقطة هذا الفرق اللاعبين أنا بوجهة نظري احنا كلاعبين كنا في الاول في الخليج احنا مسيطرين مع العلم احنا هواة ما كان في احتراف هذه يعني هذه نقطة مهمة لازم الكل يعرفها انا دائما اقولها الهاوي اشجع من المحترف الهاوي مخلص اكثر من المحترف الهاوي اعتمد عليه اكثر من المحترف نظام الاحتراف صح نظام الاحتراف لكن نظام الاحتراف هذه منظومة كاملة تأتي من الدولة ما تأتي مني أنا ولا يطلع لي رئيس اتحاد ولا رئيس نادي ويقول احنا بنسوي كذا لأن أنا اللي أشوفه الاحتراف لما تدفع مبلغ يجب أن يرجع لي هذا المبلغ مو يروح هني لا قاعد يدفع المبلغ ويروح لا هو يرجع دائر كامل متكامل وهذه مو احنا ما نعرفها هذا لازم احنا نستعين فيها بناس اقتصاديين بناس سياسيين خبراء. بناس خبراء تضع بإعاز من الدولة مو انا اشتري مشروع دولة صحيح لكم تحية من اخوكم فيصل برقبة جميعا ويقول الكلام اللي قاله جاسم يعقوب انا ادعمه
ويقول دائما افكر فيه واقوله في البرامج، لكن تحياتي للجميع. يقول خوش كلام قاعد اسمعه، فتحياتنا لك يا اخوي ابو مسلط. انا ابي اروح الى تقريرنا القادم عن النظره الفنيه عن الجوله الثانيه في خليجي 25، ونتكلم عن الحظوظ ونتكلم عن الخطوه القادمه والجوله القادمه شنو اللي راح يصير والحسبه. نشوف التقرير. الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج 25 انتهت وحملت معها الكثير، ففي بداية الجولة استطاع المنتخب العماني من تفادي مفاجأة المنتخب اليمني وتغلب عليه بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد لقاء مثير من الطرفين. وفي نفس المجموعة التقى المنتخب العراقي مع المنتخب السعودي، هذا اللقاء وقيمة تحت أجواء مطرية غزيرة أثرت على المستوى الفني للفريقين، لكن وبالرغم من الأحوال الجوية إلا أن المنتخب العراقي استطاع من عبور الأخضر السعودي بهدفين نظيفين. وفي المجموعة الثانية قدم منتخبا الكويت والإمارات مواجهة رائعة من جميع الجوانب، فكان الفوز في هذه المباراة من نصيب المنتخب الكويتي بهدف يتيم جاء بالوقت القاتل. آخر لقاءات الجولة جمع بين المنتخب البحريني والمنتخب القطري. المنتخب البحريني الذي كان متأخر بالنتيجة في الشوط الأول دخل الشوط الثاني وخطف الفوز بهدفين مقابل هدف. الجولة الثانية في خليجي 23 من النظرة الفنية. حلو 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 يا أبو حمود، حلو. عندي بعض التواصل من الأخوان في المملكة العربية السعودية في التويتر، يعني أنا هني يقول لي ماجد، يقول لي أخوي أبو شهد بعد تحية لكل ضيوفك، يجب أن تذكر المنتخب السعودي وبطريقة صحيحة وتصلح خطأك، لأن أمس هذا عن حلقة أمس، أمس قلنا أن المملكة العربية السعودية المنتخب السعودي كان انجازاته وصول الى الاولمبياد وفي طفره يعني بالاداء وكل المحيط، مو بطولات يعني. هو 96 حقق اخر بطوله اسيا، و2003 او 2002 شيء كذي حقق كاس الخليج. الموضوع مو بطولات، الموضوع نهضه، نهضه كامله. بالعكس اللي قلته يعني هذا يضيف في سجل المدح والثناء اللي يستحقونه، فالقصد ما هو تقليل ابدا. فلما نقول انه يعني وصل اليوم، منو ما يباهي ويفتخر بالمنتخب السعودي أو الدوري السعودي؟ الدوري السعودي، المنتخب السعودي، الإمكانيات السعودية الرياضية. يكفيهم واصلين ست مرات كأس العالم. صحيح، والأولمبياد ما يغيبون على الأولمبياد. تفضل. الفريق الوحيد اللي غلب بطل كأس العالم. صحيح. الفريق الوحيد اللي غلب بطل كأس العالم. هذا في الكأس المونديال الأخير. فبالتالي لا، أنت فهمتني غلط أخوي ماجد. أنا بالعكس قاعد أقول كذي كمحفز، إنه مو مهم إنك تاخذ كأس الخليج كثر ما هو مهم الأداء والنهضة وتطوير المنشآت، هذا اللي أقصده. هذا فيما يتعلق في تغريدتك لنا على اللي قلنا امس. خلني ارجع للنظرة الفنيه، طلبت النظره الفنيه قبل شوي ابو خالد، وعندك بعض الامور اللي تبي تعلق على القادم في الجوله الثالثه، جوله مصيريه للمجموعتين. اكيد ما في شك، جوله هذا طبعا في اللحظه هذه يبقى الدور الاداري هو راح يلعب دور مهم جدا، شلون التعامل مع اللاعبين وتهيئتهم للمباراه هذه، ابعدهم عن وسائل الاعلام، لان وسائل الاعلام
يمكن فكر اللاعب الان الموجود غير فكر عبد العزيز العنبيري وغير فكر سعد الحوطي وجاسم يعقوب فيصل الدخيل وسامي اللي ما يتاثر بالاعلام، وكنا في ذاك الوقت احنا بعيدين عن الاعلام تماما، يعني حتى يذكرون الاخوان لو بتصرح حق جريده او مقابله بصحفي مدير الفريق واقف علشان لا تحرف الكلمه، هذه الكلمه قد تضيع فريق كامل، فبالتالي شلون تهيئونهم لهذه المباراه؟ وان احنا نقول هذا دور الاداره مو المدرب اداره، صحيح المدرب اخطا في اول مباراه سيد بنتو، لكن في المباراه الثانيه يمكن احنا شوي تفاءلنا لان ما عندنا اخطاء دفاعيه، وهذا شيء جدا لانه ممتاز للفريق، لذلك يعني انت تلعب مع المنتخب الاماراتي في عنده اثنين مجنسين كايو والثاني باجيتلي والش اسمه والله ما نعرف باجلي، فما حصلوا حتى فما حصلوا حتى على اي فرصه خطره، دائما في اكثر مبارياتنا يكون عندنا اخطاء دفاعيه، لكن شاهدنا التوازن. كنت اتمنى وانا كمشاهد للدوري الكويتي ومتابع كنت اتمنى يكون متواجد، لان اغلب المنتخبات اللي قاعد تلعب بطريقه 4-2-3-1 4-2-3-1 تعتمد على منو؟ على الثلاثه هم مكملين خصوصا يكونون الاغلبيه متواجدين بالثلث الاخير في ملعب الخصم، لان عندك مهاجم واحد. كنت اتمنى وجود فواز عايض لانه هو اللاعب الوحيد اللي في وسط الملعب اللي يربط ما بين الهجوم والدفاع، لانه هو يمشي عنده دائما ياخذ مساحات ويمشي بالكره ويسدد على المرمى. كنت اتمنى ان نشاهد يعني الثلاثه المتواجدين في الوسط يكون هم مكملين او مشاهدين. وكذلك يمكن أقول نقطة مهمة يركز عليها المدرب خصوصا بالشوط الثاني، عندك لاعب مهم جدا مبارك الفنيني جهة الشمال، أشوف دائما يمكن فيصل زايد وهذا متعود على مركزه بنادي الكويت يروح صوب جهة الشمال، وبالتالي هو راح يضايق اللاعب ويترك يمكن المساحة هذه. احنا نقول دائما حتى للاعبين الوسط إذا شفت مساحة عط نفسك ثقة أكثر وتقدم للأمام، هذه كرة قدم ترى ما هي حرب، بالتالي هي الإمكانيات وفكر. يمكن المدرب ساعات تغفل عن هذا، لكن أنا داخل الملعب كلاعب أشوف في مساحه اروح استغل هذه المساحه، عندي كره اكون مساند. لكن احنا شفنا في يمكن الشوط الثاني بدات الانانيه يمكن تظهر على اللاعبين، كان في فرصه لعيد الرشيدي اللي يمكن تامنه، وحان يمكن واحد من الناس ذكرت وسائل الاعلام قبل لا تبدا البطوله قلت له يا عيد هذه بطولتك، ودائما الكويت في اي بطوله يطلع منها نجم صح. فلحد الان ما كثير مو عيد اللي نعرفه، لا مو عيد، عنده الكثير وعنده المهارات وعنده الامكانيات خصوصا بطريقه 4-2-3-1 تترك فرصه انك انت تستغل مهاراتك وقدراتك وتكون هو عون الفريق. اتمنى من الجهاز الاداري ينتبه لهذه النقطه وهيئ اللاعبين للمباراه الجايه، وما في شيء اسمه مستحيل. صحيح انت تلعب مع منتخب حامل اللقب، منتخب مستقر فنيا اداريا وقوي وعنده امكانيات ولاعبين خبره، ولكن في كره القدم اذا كانت الروح موجوده التركيز موجود تقليل من الاخطاء وقرايه المباراه صحيحه. أبو فواز النظرة الفنية بشكل عام على الجولة القادمة بالإضافة إلى منتخبنا. يعني الجولة يعني كل المباريات صعبة كلهم صعب، يعني خاصة أنك أنت فريق البحرين هو البطل السابق وفي نفسه راح يقابلك وهو يحتاج هم كذلك الفوز، هو هم كذلك يحتاج الفوز، وهذا دافع. قد يكون إحنا فزنا عندنا 3 نقاط، مباراة قادمة أنا يعني مع احترامي مع فريقي ما أعرف شنو التصور اللي راح يصير مجريات المباراة، خلنا نكون صريح أكثر. يعني فريق يمكن مرتب في زيادة راح يرتب المدرب تشكيلة اللاعبين، على الأقل أنا وجهة نظري اللعبوا بطريقة اللي أنتوا ترتاحون منها، يعني هذا المنتخب اللي أنا قاعد أقوله العب بطريقة أنك أنت تشيل عنه الضغط وتشيل عنه في خاصة لو بيدك القرار وجهة نظرك شلون الطريقة اللي نلعب فيها؟ يعني أبو خالد قال يعني رسم تكتيكي هو يشوفه، أنت شو تشوف؟ لا يعني هي احنا نحتاج هدفين يعني مو أقل من هدفين، نحتاج 2-0 هو تحتاج إلى هدفين. دائما أنت تقرأ الفريق، دائما إذا أنا سجلت هدف أقدر أحافظ على هذا الهدف، سجلت هدف الثاني أقدر أحافظ، زين إذا دخل علي هدف هل أنا أقدر أعود للملعب أعود للمباراة، هل أنا ممكن هذه كلها احتمال فيها. منتخب الكويت ما قاعد يعطيني مؤشر كامل، صاعد نازل صاعد نازل، خاصة بعملية التغيير زاد اللاعبين في بعض اللاعبين على ما سمعت ما أدري شنو صحيح صحته إن هم كذلك بأنديتهم ما كانوا يلعبون بأسلوب الأساسي هذه، يعني في بعض اللاعبين يمكن اختاروا ما ادري بس ان التشكيله الاساسيه كلهم اساسيين تمام. يبقى المباراه انت كل عندك انك بعد المباراه اللي انت فزت فيها 3 نقاط هذه تعطيك
دعم، وفي نفس الوقت انك انت تكون مركز في المباراة هذه، لان هذه المباراة تعتبر هي المفصلية اللي توديك الى المرحلة الابعد ان شاء الله. نتمنى ذلك. ابو محمد سعد الحوطي، هذه البطولة تبني فيها فريق، انت مو رايح عشان تاخذ البطولة، وهذا اعتقد احنا خالصين منه، لكن لما تحقق نتائج ايجابية مشجعة للاعبين اعتقد تعتمد عليها للمستقبل. انت راح تلعب مع افضل فريق في البطولة، يعني يحترموني الفرق الثانية، بحرين 6 سنوات استقرار، مدرب، بطولة، افضل فريق تشوفه قاعد يلعب يتحرك جميع النواحي الفنية. شلون راح يلعب ويا المدرب هذا عاد هو متابع المنتخب البحريني، شلون الطريقة اللي راح يوقف فيه الفريق البحريني، اكيد حاط الخطة. يمكن تجد تغيير بعض اللاعبين، هناك في بعض اللاعبين يمكن يقدر يلعب في مكان، يمسك له لاعب يغطي، يمكن يلعب بطريقة 4-5 بالنص على اساس انه يمنع تحركات لاعبي البحرين، كل هذه الامور. لكن اللي بقول انا حق الفريق ان الفرصة لا تضيع لياتك فرصة، لان ما راح تتعوض. احنا جاتنا فرص في مباريات وضاعت علينا، بس هالفرصه ما تتعوض، عليك انك انت تستقلها. مباراه ما راح تكون سهله، اكيد الفريق يبي يحقق الفوز، وان بتحقق الفوز هناك امور كثيره يجب انك انت تركز عليها. تدخل اعتقد ان نقول بشجاعه اللعب، لا تربكك المباراه واهميتها، فعلا انت بحاجه للفوز، لكن مع ذلك تعامل مع ظروف المباراه بقدر المستطاع. انا اتصور ان ما راح تكون مباراه سهله للفريق، لكن اللي مريحني ان الفريق انهى مباراته مع منتخب مو سهل، منتخب الاماراتي طبعا، منتخب عنده امكانيات اللي احنا نبيها. لو عندنا ربع امكانيات المنتخب الاماراتي في دولته احنا مو كذي. شوف المنتخب الاماراتي عنده منشآت، مدربين، دعم، واحنا لاعبيننا ما عندهم ربع هذا. سنوات احنا نطالب، لكن شوف فرحة دولة الكويت بالفوز بالجماهير، يعني هذه لازم تنظر لها الحكومة، ان كرة القدم والرياضة لما تعطيها وتحقق لك الفوز والانجاز الشعب كله فرحان، انت تفرح. لذلك انا قاعد مستغرب ان ليش احنا مانعين هذا عن رياضتنا. احنا نطالب منشآت ونطالب باحتراف ونطالب اشياء كثيره، ما عندنا. ومع هذا انك انت قاعد تحقق فوز على فريق يمتلك اكثر منك امكانيات، فارغ الامكانيات. فبالتالي لذلك خلنا في مزعجه فكره اني ادخل ابي هدفين فما فوق، مزعجه. إيه مو مزعجه حق المدرب، بس خل في بالك انك انت الفرص لا تضيع، لا تضيع الفرص اللي تيك. يعني احنا مثل ما قال ابو سعود في مباراتنا الاولى ضيعنا فرص ضيعنا 3 فرص مع مباراتنا الاخيره مع الامارات، مع المنتخب الاماراتي. نعم ضيعنا فرص يعني، وسهله. هني اللاعب يجب ان يكون حريص ويركز على الفرصه لا تضيع منه. ابو حمود، انا كمدرب ادخل في حسبتي لازم هدفين فما فوق، لها حسبه خاصه؟ طبعا تكثر الضغط الهجوم عليه في الخصم، وتقلل اخطائك الدفاعيه، وتسكر الدفاع صح، لان يا جول بكر دمر النفسيه ودمر المباراه كلها. نعم. ايضا انا شخصيا يعني اعتقد انه مو صعب ان نفوز على البحرين ان شاء الله يا رب. عندنا بعد المباراه اللي طافت يعني شفنا عندنا فعلا مجموعه من اللاعبين نفتخر فيهم، وان شاء الله اذا استمروا يعني لقدام كمجموعه والاداره ترعاهم وتخطط لهم والدوله تدعم تعمل لهم كل خير، وانا المباراه الجايه يعني متفائل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. ابو سعود، أنا يعني بالنسبة للاعبين الآن شيل الضغط عنهم وأخر الضغوطات عن الفريق، هذا دور الإداري شلون اجتمع باللاعبين وأخرهم عن الضغوطات هذه كلها. الشيء الثاني اللي هو الواحد اشتبه بال، انت تقول هدفين، انا ما ابي اخسر بالمباراه، انا العب بس ما ابي اخسر. شلون الطريقه؟ انا اراهن يمكن يصير تعادل
هناك يمكن خسر يعني في قطر والامارات ما تدري تعادل كل هذه مفتوحه الاحتمالات لا تحط ببالك جولين بس انا اي لا احط ببالي اني والله لازم اسجل هدفين لازم انا العب باستراتيجيه موجوده 4-3-3 4-5-1 اسكر المساحات انا قاعد العب ويا فريق هو المرشح الاول للبطوله فبالتالي لازم اتعامل مع فريق منتخب البحرين عنده امكانيات دفاعيه عنده امكانيات هجوميه عنده في وسط الملعب شلون يغير الاداء السريع البطيء للسريع وشفنا يعني حتى المباراه الاخيره شفنا حتى شلون الكرات العاليه يستقلونها فبالتالي يعني اعتقد ان المدرب لازم يحسب حسابه إنه ما يخسر في هذه المباراة. الش اللي يصير عاد عقب لأن المباراتين راح بنفس الوقت ما تدري من يفوز من يتعادل من يخسر عاد عليك إنك أنت تقدم اللي عليك وما تخسر تفوز أنا واحد متفائل لأن شفت فرص يعني قاعدة تضيع سهلة استقلوها يعني يعني مبارك عيد شبيب إذا إن شاء الله موجود يعني حتى عيد شو اسمه فواز أنا أجد مؤيد إن يكون هو متواجد ألعب 4-3-3 يعني هذه الطريقة أعتقد أنها تناسب مباراة البحرين سامي فكرة أنك يعني ألعب وفوز لا تحط ببالك أبي جولين عشان ما تشتت نفسك ألعب وفوز وبعدين يمكن تصير في أحداث أخرى في مباراة قطر والإمارات هذا التركيز الصحيح المطلوب صحيح؟ صحيح شوف مشاهدة يمكن أنا قبل تبدأ بطولة كأس الخليج أنا قلت هنيبة أنا متفائل في منتخب وأهل الكويت كلهم متفائلين وثقتنا فيهم كبيرة أتمنى الثقة تكون متبادلة ما بين اللاعبين داخل الملعب تكون ثقة موجودة المباراة ما هي سهلة احنا صحيح فزنا على منتخب الإماراتي قد يكون منتخب الإماراتي أقل مستوى من منتخب البحرين منتخب البحرين مثل ما قلت لك هو الأفضل حاليا بس لابد احنا منتخبنا انه يدش ويحترم الفريق اللي أمامه صحيح دش اني راح افوز على الفريق وقادرين ان يفوزون على ان شاء الله على منتخب البحرين معنا انا قاعد اقول منتخب البحرين هو المرشح ولكن ما في شيء صعب الكره اذا تعطيها روح داخل الملعب راح تعطيك اتمنى ان فوزنا على الامارات لا يوصلنا لفوق لان صارت فينا في بطوله سابقه في قطر فزنا على المنتخب السعودي 3-1 ونشوة الفوز خسرتنا بعدها مع عمان 2-1 ومع البحرين 4-2 أتمنى هذه ما تتكرر وأتمنى من الإخوان الجهاز الإداري هذا دورهم اليوم هذه مباراة راح توصلنا للأدوار للدور الأربعة دور قبل النهائي إيه نعم فأنا إن شاء الله أنا أقول أنا متفائل إن شاء الله بمنتخبنا وإن شاء الله ما راح يقصرون وإن شاء الله نحتفل بعد المباراة بفوز إن شاء الله يا رب إن شاء الله أنا أبي أشكركم جزيل الشكر يعني على وجودكم معنا وآراءكم دائما يعني آراءكم مرتبطة مثل مقام أسماءكم آراء نيرة وآراء دائما نشوفها ترسم مسارات للكرة الكويتية لا بس احنا دائما لما نتكلم أو ننتقد أو نقول وجهة نظر بالموضوع وليسنا شخصيا أكيد ما في شك في ناس لازم تعرف بهذا لما نتكلم دائما حتى احنا بالمرات نختلف بوجهات النظر ولكن نتكلم عن الموضوع عن اكيد عمل وعمل ولما نذكر الشخص المختص لتصديق كلامنا وحدثه لا اكثر ولا اكيد بس. هو عمل وانتقاد عمل وبالنهايه الاشخاص وقدر الاشخاص محفوظه ما في كلام اشكركم يا كباتن يا عمالقه الرياضه الكويتيه مو بس كره القدم الرياضه الكويتيه شكرا على وجودكم معنا وقبولكم الدعوه في خليجي
25. جاسم يعقوب شكرا لك، عزيز عنبري شكرا لك، الله يمدك الصحه والعافيه، وشكرا رغم الظروف الصحيه لكن انت ويانا اشكرك. الله العافيه. ورده يعني توك تقول له بالزوجه، يعني انا اخاف والله اسوي له مشكله، توك بالزوجه اخاف اسوي له مشكله والله. بس على كل طقونا يعني شنو المن علينا بوجودك صراحه حبيبي، اشكرك على وجودك يا سامح. شكرا لك حبيبي، شكرا لك، شكرا لك ابو محمد، شكرا لك، مشكور على وجودك انت. الساعه المباركه ونورتونا وشرفتونا، وان شاء الله نفرح لنا في فوز المنتخب باذن الله تعالى في الجوله القادمه. نشوفكم على خير في خليجي 25 وحلقه جديده باكر. تصبحون على خير.